لا يشك أحد ممن عرف هذا الوجه في طيبة قلب صاحبه وأخلاقه العالية، لكن الحقيقة التي ظهرت بعد سقوط أقنعة الطيبة والأخلاق كشفت عن سفاح الجيزة. قذافي فراج عبد العاطي عبد الغني قتل 4 أشخاص من بينهم زوجته وصديقه المقرب المهندس رضا محمد الذي كان ضحية عملية نصب نفذها عبد الغني عام 2015 بكل دم بارد، مستغلاً ثقة صديقه الذي أعطاه من الأوراق والوكالات ما يلزم لإتمام شركة عمل مزيفة. وعندما عاد المهندس من السفر وقبل أن يكتشف محل بأملاكه التي أصبحت باسم القاتل، دعاه الأخير إلى وجبة غداء مسمومة ودفنه في أرضية الشقة. في كل عملية قتل نفذها كان يحاول عبد الغني إبعاد الشبهات عنه عن طريق تضليل الأشخاص المحيطين بالضحية وتشتيت أفكارهم، وكان يقتل كل شخص يقف بوجه عمليات احتياله أو يشكل خطراً عليه. سقط سفاح الجيزة الذي انتحل صفة 11 شخصاً بعد إلقاء القبض عليه عقب عملية سرقة نفذها في الإسكندرية، كانت المسمار الذي دق في نعش قصته، فظهرت أثناء محاكمته عام 2021 العديد من التفاصيل والخبايا وحكم عليه بالإعدام، إلا أن عبد الغني طعن في الحكم ولا يزال حياً إلى يومنا هذا في انتظار المحاكمة المقبلة.